السلام عليكم، نعود تاني في لمحاضرات الأسبوع السابع. نتكلم الآن يمكن التحدي الموجود في كيف نتعامل مع البيج داتا من ناحية انتجريشن، هارمونايزيشن، اناليتيك اند فيجواليزيشن. عندي العديد من الداتا بتصلني من أنظمة مختلفة في المدينة. كيف بدي أعملها انتجريشن وهارمونايزيشن؟ كيف بدي أعملها أناليسز أند فيجواليزيشن؟ لأنه في الأول وفي الآخر هذه الديتا المفروض تعمل سبورت الديسيجن ميكينج أو بروسس. فداتا انتجريشن سيتي ستراجل وذ داتا انتجريشن. لندن فور اكزامبل هاز 33 بارو that all generate their own data but share little of it with each other. يعني الأنظمة بتشاربكش مع بعضها في هذا المجال. وهذا تحدي بنواجهه بشكل كبير، والعلم في هذا المجال رايح في اتجاهات عديدة كيف نعمل integration للديتا، وكيف هذا research، يعني research topic في هاي، لأنه في الأول وفي الآخر أنا بدي استخدم هذه الديتا، بدها تتكلم مع بعض الأنظمة المختلفة، بدي أقدر أعمل control في لا يعني functions within the cities. فكيف أعمل الكنترول للfunctions هذه within the city؟ هذا التشالنج اللي أنا عادة بأواجهه في هذا المجال. فسمارت يعني بدي أتكلم عليها in the smart city. Data integration often becomes more about multi-million bound city control room rather than addressing difficult issues around skills and culture. فطبعا هذه بنتكلم عنها، كيف انا يعني اقدر اواجه هذا التحدي. Data analytics and visualization هذه من المهم، لانه في الاول وفي الاخر انا بدي اقدر أحلل هذه الداتا وأخذ منها معلومات. Cities around the world from Dublin to Singapore are experimenting with data dashboard اللي بنتكلم عنها. This involves displaying data relating to city life on a screen usually using maps and a chart. The goal to provide decision makers وهذه اللي حكيناها in city governments with detailed measures of city performance to help them make better decision. يعني هذه كل الداتا اللي بدي اياها تدعم عملية اتخاذ القرارات بحيث يتخذوا قرارات صحيحة. يمكن في عصر كورونا هذه من الشغلات بينت قديش حجم وقديش الحاجة للداتا اناليسيس. يعني لو احنا بنتكلم عنا على سمارت سيستم وسمارت سيتيز، حتلاقي كل الإغلاقات اللي بتتم هذه والتوقف للحياة بطل له فايدة، لأنه لما نيجي نطلع على بلد زي كوريا الجنوبية بنلاحظ إنها قدرت توظف الداتا أناليسيس والداتا فيجواليزيشن والنيو السمارت تكنولوجي في إنها عاشت حياتها بشكل طبيعي وتغلبت على مشكلة الكورونا بشكل عام. يعني بنلاحظ من أكثر دولة في العالم نجحت في مواجهة خطر كورونا وما سكرتش عحالها، يعني ما صارش إغلاق لا للمدارس ولا للجامعات ولا للبزنسز والأعمال في البلاد تبعهم. وهذا بفضل اليوز في سمارت سيستم وسمارت تكنولوجي. طبعا نتكلم على predictive analytics. انا بدي من الداتا الموجود عندي اتنبأ باللي بدي يحصل على هذا المجال في هذا المجال او في هذا الشيء، لانه اذا انا تنبأت بقدر اوفر حلول قبل ما المشاكل تحصل عندي في هذا المجال، وهذا من اهم العناصر. الان سنغافورة سمارت نيشن بروجرام 2014 Singapore launched its Smart Nation program to test advanced technology in the city. وهذه سنغافورة أخذت القرار إن أنا بدي أروح ل Smart Nation، أمة ذكية، برنامج الأمة الذكية. The world's first Smart Nation هاي سنغافورة.
In 2014, Singapore launched its Smart Nation program, a vision that will see the city-state use data and advanced technology to drive economic growth and improve quality of life. يعني هم بدوا ايش الهدف منها؟ انه انا اقود عملية النمو الاقتصادي والتحسين في مستوى المعيشة. Like many cities, Singapore wants to attract companies to test their smart city technology on the island. A few key attributes mean that Singapore will likely succeed here where other cities will struggle. Singapore is a compact city-state with world-class IT infrastructure, a highly educated population, and crucially, only one layer of government, an advantage that many cities don't have. يعني هذا ايش اللي قالت سنغافورة في ايش بتتمتع؟ تتمتع انها عندها بنية تحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات على طراز اول على مستوى العالم. تتكلم على يعني شعب متعلم، يعني ودرجة التعليم عنده عالية، يعني شعب بدرجة تعليم عالية. تتكلم على في عندهم طبقة واحدة للحكومة، يعني ما فيش عندهم بلديات وحكومة ولاية وحكومة حكومة فدرالية وحكومة أو حكومة مركزية، عندهم حكومة واحدة بتحكم المدينة وبتحكم البلد ككل. As the population continues to increase, mobility is a big challenge for Singapore. طبعا الحركة الكثافة السكانية عمالها بتزيد، فالحركة هي التحدي كبير كيف الناس تتحرك داخل المدينة. Reducing the number of journey made across the city by car is a major goal for the government. طبعا هذه هدف رئيسي للحكومة انها تخفف من حركة المواطنين من بالسيارات من طرف المدينة للطرف الآخر. To address this problem, the government is piloting an on-demand services that enable people to use their smartphone to order a bus. All of the requests by individuals will be analyzed to create an optimal route. It is hoped that the service will be more convenient than regular bus, but cost less than a taxi. يعني ايش اللي هنا الفكرة؟ الفكرة انه يعملوا حركة للباصات بناء على طلب الناس باستخدام الهواتف الذكية. الان طريق تبعت الباص مش الطريق الاعتيادي، طبعا هاي حتكون الخدمة مريحة أكثر أو من الباص العادي، في نفس الوقت التكلفة تبعتها بدهم إياها أقل من تكلفة التاكسي، لأنه لو أنا بدي استخدم التاكسي معناته أنا مش هستفيد كثير من هذه الخدمة. The government is aware that it needs to make the system work for people such as the elderly who don't have smartphone and is considering ways of tackling this alongside technical development. طبعا هذه عشان تنجح بدها الشرائح اللي هي مش تكنولوجي سافي، يعني مش خبراء في التكنولوجيا او في الهواتف الذكية، توفرهم طريقة لكيف يتغلبوا عليها. Among its attributes, the Singapore government is open to new ideas and is keen to study other projects taking place around the world and improve on these where it can, for instance, through developing an open data strategy. However, it notes that some open data initiatives have been more successful than others in engaging citizens in actively using open data. To do this, it has been running open data hackathon to encourage more civic participation in data collection and analysis, and has recently started organizing data literacy bootcamp to build the skills of people who would like to work with open data. الآن هي إيش بتعمل؟ بدها تعزز يعني خلينا نقول الparticipation، المشاركة من الجمهور تبعها، بدها تعزز الأفكار، فعملت الهاكاتون. الهاكاتون هي أفكار يعني بطرحها الناس أو
داتا بزودها الناس للحكومة عشان تقدر تستخدم، فهي بدها داتا من الشعب عشان تقدر تحسن الخدمات أو تضع حلول نموذجية في هذا المجال. Lesson for city government when experimenting with Internet of Things since in pilots and data projects, city should realize that technology is only part of the equation. Integrating advanced technology and new data methods into traditional workflow will require difficult changes in organizational culture and investment in data skills. يعني المطلوب في عندي هذا، في عندي skills مطلوبة للموظفين العاديين، في skills مطلوبة للخبراء للداتا سبيشالست. الآن زي ما حكينا integrating التكنولوجيا الموجودة حاليا مع الأنظمة القديمة مهم جدا، لأنه لما أنت بتطلع عليها أنه أنا أستثمر في التكنولوجيا لحاله مش حل رئيسي. Setting up an open sensing platform which can accept sensors from a variety of organizations rather than building a proprietary closed project. يعني بدي أنا السنسنج بلاتفورم تستقبل من المواطنين. حتشوفوا في الأسايمنت اللي حاعطيكم إياها، حقولكم تطلعوا على هذه النماذج وشوفوا إيش عملوا فيها وكيف تميزوا. Evaluate pilot and share the data with other cities around the world. طبعا هذه مهمة جدا، المشاركة للديتا من الباقي. الآن إيش اللي بدي إياكم تعملوا؟ بدي إياكم تعملوا التالي. بدي اياكم تروحوا في الموجود في الاسايمنت عندكم 3 سيتيز. هذه 3 سيتيز بدي اياكم تطلعوا عليها، هاي الاسايمنت الموجوده والميرز تشالنج، هذول اثنين تطلعوا عليهم. في 3 سيتيز عندنا نماذج لثلاث مدن، حاطط لكم انا لينكس تفرجوا عليهم ولخصوا لي ايش الميزة اللي قامت فيها هذه السيتي وايش المواضيع اللي وصلوا لها. يعني انت حتطلع على ثلاث مدن، كل واحدة راحت بطريق مختلف عن الثانية، عملت حلول مختلفة. انا بدي اشوفك ايش اللي فهمته من هدول المدن الثلاثة، لخصوا لي هدول وبدكو تسلموا لي اياها. الان في الديسكشن تبعت الاسبوع هذا مش يعني حنتكلم على الديتا فيجواليزيشن بشكل اساسي. ويعطيكم العافيه لهذا الاسبوع. احنا في الاسبوع هذا تكلمنا على السمارت سيستم، اعطينا امثله في العالم ايش بتنعمل، ويمكن من الشغلات اللي حنعطيكم اياها لاحقا بعض الشغلات عن كيف نعمل انتجريشن لهذا السيستم، وين احنا رايحين في هذا الفكر. وهيك بنقول لكم يعطيكم العافية، وبنشوفكم الأسبوع القادم في محاضرات الأسبوع القادم.